افتتحنا كنيسة العذراء الشهداء ليرجع الصلوات والأمن والأمان لبلدنا. نحن جايين من حسكة من مجلس الأرمن وكتير مبسوطين بجيتنا والكنيسة اللي صارت جديدة ونحن رمموا وكتير مبسوطين وإن شاء الله دايما نجي قبل شلون كان وهلأ كيف صارت غير شكل يعني صار جديد. نحن من أرمن الرقة قديمين موجودين هون وهلا بمناسبة إنه افتتاح الكنيسة صارنا سنين كنا عم نستنى هالوقت وهلا صار الوقت وعم نفتتح الكنيسة وبشكر الجميع اللي ساهموا فيها بالتصليح بالصيانة الكنيسة ويعطيهم العافية. مدينة الرقة كانت كتير مدينة حلوة وفيها تعايش بين الأديان كانوا يعيشون المحبة والسلام لكن ظروف الحرب وهاي بس الحمد لله هلا رجعت